السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرسل من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. جولتنا مع صحيفة أخبار الخليج، حيث أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم الخليفة حرم سمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة البحرينية لافتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس للتوحد الذي يقام تحت عنوان فك شفرات التوحد. هذا ويسلط المؤتمر الذي تنظمه جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل الضوء على أحدث علاجات اضطرابات طيف التوحد وحالات النمو العصبي، ويعمل على تقديم استراتيجيات لإدارة الأعراض الطبية والسلوكية للأطفال والمراهقين المصابين بالمرض بهدف تحسين جودة حياتهم، كما يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول اضطرابات التوحد. إلى صحيفة الأيام ونقرأ أنه نيابة عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة حفل التكريم السنوي لفرق الإنقاذ للموسم 2023 الذي نظمته المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية. وخلال الحفل قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نائب راعي الحفل بتكريم فرق إنقاذ المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية لتفانيهم والتزامهم بتوفير الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ في المواقع الستة التي يتم فيها تواجد خدمات إنقاذ المؤسسة ومنقذيها. ونطالع من صحيفة الأيام أيضا أن مجلس الشورى وافق في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع بقانون نيابي بصفة الاستعجال يمنح المسن الذي تجاوز عمره 60 سنة تخفيضا لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة، إضافة إلى جواز إعفائه من بعض الرسوم الأخرى. وقال سعادة وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد خلف العصفور أنه تم الاستغناء عن بطاقة المسن والاستعواض عنها بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بمجرد وصول الشخص إلى عمر 60 عاما، حيث يحصل تلقائيا على التخفيضات التي تمت بإقرار مجلس الوزراء. ننتقل لصحيفة الوطن، حيث تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يوم أمس بافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني الخامس للسلامة والصحة المهنية والذي تنظمه وزارة العمل تحت شعار مستقبل السلامة والصحة المهنية التحديات والفرص. وتفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الجهات الراعية للمؤتمر وافتتاح المعرض، وتفقد ما تضمه أجنحته من التقنيات الجديدة مطبقة في السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة. We'll be right back.
وإلى صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن غرفة تجارة وصناعة البحرين عقدت يوم أمس المؤتمر السنوي الثالث للجان تحت عنوان نحو بنية اقتصادية تحتية مشجعة بحضور شخصيات اقتصادية من داخل وخارج مملكة البحرين. وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أكد خلالها أن المؤتمر يأتي استكمالا لدوره المحوري في ردف الحكومة بالآراء والتوصيات النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني. كما أعلن خلال المؤتمر أن النسخة الرابعة للمؤتمر للعام القادم 2025 سيحمل اسم مؤتمر باب البحرين للتجارة، وذلك إيمانا بدور وأهمية هذا الموقع وتاريخه كونه مهد الحياة الاقتصادية في مملكة البحرين. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز إنترناشنال كشف عن تفاصيل جديدة متعلقة بمشروع بناء البحرين المشترك بقيمة 4 مليارات دولار. قالت صحيفة الأيام أن الخطة السنوية لصندوق العمل تمكين لسنة 2024 أظهرت أن الصندوق يستهدف دعم 50,000 بحريني خلال العام الجاري من خلال تحديث أولوياته الاستراتيجية لتشمل التركيز على 4 محاور رئيسية، وهي رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وبناء قنوات جديدة للتوظيف والتوسع في دعم التطور الوظيفي من خلال رفع الأجور واكتساب المهارات، بالإضافة إلى دعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص لرفع نسب توظيف البحرينيين، وأخيرا دعم تطوير النظام البيني المتعلق بسوق العمل والقطاع الخاص. كما أفاد صندوق العمل تمكين أنه سيخصص 76% من ميزانيته لهذا العام لصالح دعم توظيف البحرينيين وتطورهم في القطاع الخاص، و24% لدعم المؤسسات الناشئة. ننتقل للصفحة الرياضية لصحيفة البلاد ونقرأ أن حلبة البحرين الدولية تدعو جميع عاملي تذاكر سباق الفورمولا 1 لحضور فعاليات جولة ممرات الصيانة لفرق الفورمولا 1، وذلك يوم الأربعاء المقبل من شهر فبراير الجاري. وستنطلق فعاليات جولة ممرات الصيانة من 7 مساء وتستمر حتى 8:30 مساء، حيث أن جميع عاملي تذاكر السباق مدعوون لهذه الفعالية التي تمنحهم الفرصة ليكونوا بالقرب من فرق الفورمولا 1 وسائقيهم المفضلين ومشاهدة تجهيزاتهم لانطلاق السباق الافتتاحي للموسم الجديد. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.